وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا نعرف أننا أن حياتنا كلها هي من نعمة الله وفي رعايته، حتى أن الله يعطينا نعمه بالرغم من أننا نعصيه وأننا نبتعد عنه. وهذا ما عبر عنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي، دعائه الذي رواه أبو حمزة الثمالي، عندما يقول مخاطبا الله: تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب.